مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية، وردني سؤال من أحد متابعين طريقة تحويل اللغة في أحدث إصدار من ساعات أبل، فحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ما مشترك إنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك بالفيديو. طبعا متابع دخل على الساعة حاول يغير اللغة ما قدر يغيرها. الطريقة سهلة، أول شيء راح تدخل على الآيفون مالتك، راح تدخل على أبل ووتش، راح تظهر عندك هذه الواجهة. من دخلت هنا راح تدخل على عام، بعد ما دخلنا على عام راح ياخذني هنا الى هذه الخيارات، راح تدخل على اللغه والمنطقه، كانه الايفون مالتك هو نفس الشيء. هنا موجود على محاكاه الايفون الخاص بي، هذا الخيار معناتها انه الساعه راح تاخذ الايفون مالتك، اذا الايفون عربي راح تتحول عربي، اذا الايفون الماني راح تتحول الماني وهكذا. لكن احنا اذا ردناها انه تتحول الى لغة احنا نريدها، فنروح على مخصص. الآن مخصص، الآن لو ردنا نغير الساعة فقط إلى اللغة الألمانية فقط نحول هذا إلى الأعلى. والآن متابعة راح تشاهدون الأبل ووتش مالتنا راح تتغير إلى اللغة الألمانية. فهذه الطريقة الوحيدة موجودة حتى تغير إلى أي لغة من الهاتف مالتك من تطبيق الأبل ووتش. طريقة جدا سهلة. والآن مثل ما تلاحظون اللغة تغيرت إلى اللغة الألمانية، فهذه الطريقة الوحيدة الموجودة حاليا حتى أتغير اللغة بالنسبة للساعة. أتمنى استفادتوا من الفيديو مالتي، طالب من كل واحد دخل على الفيديو واستفاد منه أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. تحياتي لكم، مع ألف سلامة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى أنه تنزل إلى تسهيلات الاستخدام، وتنزل إلى نص عريض، هذا دائما تخلوه نص عريض، وحجم النص آخر شيء حتى عيوبكم ترتاح. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.